موريتاني كتشري مع الناس السلعة ياك، ومغاربة فرحانين كيبيعوا لا موريتاني، فهمتي؟ الوغ لا موريتاني هذيك السلعة اللي كيشروها لي كوميرسون كتخلص عليهم الجزائر. انا جي فو اكسبليكي كومو كتخلص عليهم الجزائر، كتقول لهم شريو 3 بار، شريو ليكم وشريو لينا وشريو للبوليزاريو باش يدخل عندهم الخضرة. لي كوميرسون كيشريو لا كونتيتي ماشي غير ديال الموريتانيين، كيشريو 3 بار، كيشريو بور لو بوليزاريو و بور لالجيري لي زيكسبورتاتور. وي راه خصهم يعرفوا ان السلعه اللي كتشري عندك موريتانيا راه مقسومه على ثلاثه، ان بار كتاخذها البوليزاريو يجي يديوها، وان بار كديها لالجيري. اي لالجيري هلي فيت تمشي حتى لمارساي وداك الشيء، هذاك الفري ترونسبور والفري كذا كتعطيهم كتخلص عليهم السلعه ديال موريتانيا، وهي راه كتشري بفلوس المساعدات ديال البوليزاريو. ان لالجيري طبت، لالجيري طبت في فايت. Il est 9h19 du matin, le samedi 3 février. À tous les Marocains, جميع المغاربة، لا تستقبلوا الجزائريين عندكم ولا تحبونه. أخي أخي يا خوا، الله يألف قلوبنا، والله يألف قلوبنا، ودوك الدعاء عاد يبان لكم الدين ويبان لهم الدين دابا وكل شيء. ما عاد هذاك الشيء ما عندنا ما نديرو به، ماشي شي يبني شي ريب. عطيو لراسكم لا فالور، عطيو لراسكم لا فالور، دوني فو اون فالور. ها إل إساي دو فو زيميليي، دو فو غابيسي ا نيمبورت كيل مومون، ا نيمبورت كيل سيركونستونس. دائما كيحاولوا يقزموكم ويسبوكم ويهينوكم في أي مناسبة أي مكان. ها كنقولها لكم، وهذيك حسن المعامله ديالكم ليهم كيعتبروا راسهم راه زعما هما شي حاجه كبيره. كيقول لك حنا فين ما مشينا مستعرفين بينا. اخويا اخو، حنا رجله، حنا العالم كله يستعرف بينا، وما راه ما كيعرفهم حتى واحد، وما كاش اللي يعرف بالجزائر في العالم قد المغاربه اللي كيعاود يروبروني الاعلام ديالهم، يعاود يديفيزيه، يعاود يهضر عليهم وريهم، هما اللي عرفوهم. كذلك كيلصقوا فينا في الاحداث، حتى انهم كيسولوهم الناس منين جايين ما كيعرفهمش، كيقول حدا الماغوك، اكوتي دي ماغوك. والله العظيم كتقول لي فين كاين هذا الالجيري، فين ما مشيتي لي برازيليان لي زاميريكان لي كندا ما كيعرفوش الالجيري فين كاين، الاغلبيه كيعرفوهاش. وبالنسبه ليزيكسبورتاتور ديال الخضره والفواكه والمواد الغذائيه اللي كيزيفطوا لموريتانيا، خصهم يعرفوا ان هذيك السلعه راه كتقسم على ثلاثه، كياخذوها البوليزاريو وكتاخذها الالجيري. تصدير المواد الغذائيه الموريتانيا كتقسمها الجزائر وبوليزاريو موريتانيا، كيقسموها بيناتهم. الخضره ديالنا راه كتدخل للجزائر، اوليو دالي ا مارسي طلعوا هبط كياخذوها. وهذاك تبون قال لك لي باطو ما يبقاوش يدوزوا علينا اللي يوقفوا في طنجه، دابا ندم لان غادي يخنز ليه داك سميتو اللحم ديال الحمير اللي كيصيدو من تماك، واللحم البغال. هادي داك اللحم ديال البغال وديال الحمير اللي كيستورد التبون ما عند كيموت ليه كيخنز ليه في الطريق وهو يانيلي، وخص المغرب نورمالمون يقول ليه نو اون غارد لا ديرنيير ديسيزيون، ابقى حنا سيدي ما يدوزوش عليك. ولكن مالوغوزمون هذوك لي باطو ماشي ديالنا، ما نقدرش نقول لهم لا ما تمشيوش لالجيري، حنا ماشي مهابيل. ما تقدرش تقول دي كونتينور داروا ليسكال من طونجي تقول لهم لا ما تمشيوش للجزائر. حنا عندنا مؤسسات وعندنا قانون وعندنا ثوابت وضوابط.